هاي هاي احبك. هذا يلا 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 يلا. هاي احبكم. هاي احبائي كيفكم اليوم؟ كم كلهم بخير الحمد لله. هاي احبائي كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مين فيكم لسه ما شاف فيديو عن زوجي يضع لي المكياج؟ اللي لسه ما شافه راح اخلي الرابط تحت الفيديو. وهلا صار وقت الانتقام، انتقامي، والانتقام هذا كان من خلال تعليقاتكم واقتراحاتكم انتو. فانتقامي هذا راح ينقسم الى قسمين، القسم الاول راح احط له المكياج والقسم الثاني راح خليكم تكتشفوه باخر الفيديو. فاذا عجبكم الفيديو خلينا نوصله ل 60,000 لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناه حتى يوصلكم كل جديد. اول خطوه حابه احط له هذا طبعا على شعره. You didn't tell me this was part of the part of what? Shut up. It is my rules, okay? اوكي هذه راح احطها عشان يطلع كيوت كده. وبعدين الخطوه الثانيه راح احط له فونديشن، راح احط له لون لون راح بسم الله الرحمن الرحيم. الشرف. ريلاكس ريلاكس ماوري ريلاكس. You are going to be beautiful. كفايه شويه شرف. My rules, and I'm the one who's going to decide. Okay, راح نطلع شوي يعني أسمر لأنه أبيض أبيض كتير فبشرة بيضاء، فراح نطلعه يعني سمير. Orange. هلا راح احط له اي شادو باللون الازرق لانه لون عيونه باللون الازرق، فانا احاول احط له اللون الازرق. قفل عينك. ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله. شوي عليك شوي عليك. ريلاكس ريلاكس ريلاكس. وهلا لما خلصت الاي شادو راح احط شويه اي لاينر. راح احط سموكي ايز. اوكي العين الاولى، العين الثانيه. ما شاء الله. open your eyes. افتح عيونك. ما شاء الله. I don't like this video. Revenge, revenge. الانتقام وما أدرك. Everybody put the thumb down. ناي ناي. هلا راح نرسم الحواجب. طبعا راح نحاول نرسم الحواجب عشان نطلعها حلوة وسميكة سميكة سميكة يعني. سميكة. Unibrow. نايدا. لا 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 لمين بيشبه؟ حلو صح؟ اللوك كتير حلو ما شاء الله ما شاء الله. اوكي او ماي جاد ما شاء الله. هلا صار الوقت احط له شوية بلاش. I hate this video. شوي عليك. شت. عليا مدرك. شوي عليا. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا شوفوا ايش الجمال ده يعني. يا ربي يا ربي يحفظك من كل شر. زي ما انتم شايفين من خلال اللوك ما ركزتش كثير على العيون يعني، حطيت شويه اي شادو وبعدين اي لاينر، فحابه انه اركز اكثر على الشفايف. اه
المكياج رح خليه يشوف وشه لأول مرة بالمراية. انا عفريت عفريت. Oh my god, I thought you were going to do it like seriously, but you just made me like a clown. هذا هو الانتقام, انتقام الشديد. هذا يعني جزء بسيط من الانتقام, جزء يعني صغير صغير. مو معقول مو معقول مو معقول مو معقول. اكتبوا لنا كومنت تحت ايش رايكم بالمكياج, شنو هو الاحسن, المكياج اللي سواه فيني ولا المكياج اللي سويته يعني اليوم. هلا الجزء الثاني من الانتقام انك تتمشى برا بالمكياج. لا انت مجنونه انت مجنونه ميمي مجنونه كثير كثير. انا بعرف. لا مش مجنونه. You have to do it. علاش علاش ما بقاش علاش تمش. اويلي لا لا لا. هلا موريتس بيستعد انه يروح للشارع وهو بالمكياج ملخبط كله. الحكم عليه هو انه لازم يسال شخصين, يسال شخصين وين محطه القطار. يا مامي على الاحراج, شوفوا مسكين مو قادر يخرج. Nobody there. Nobody. هلا راح شوف ردة فعل الناس في الشارع. سأل شخص واحد. Yes, you did it. خذ خلاص خلاص صافي خلاص. يمكن اقول انه نجح بالتحدي, هو سأل شخصين كان الوضع محرج جدا بس يس يديني.